ده كلام مهم، لكن يبقى الكلام المثير للجدل دائما في الغربال، وعايز نكسبها. الحقيقة كان تساؤل لطيف خفيف عميق في مقالة مهمة اليوم في مجلة الأهلي للكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين، وطاف في هذه المقالة بين الأفلام السينمائية وتذكر محمود المليجي وأطلق العنان. ومعانا على الهاتف أستاذ حامد، مساء الخير. مساء الفل يا أستاذ إبراهيم، ومساء الفل للمهندس عدلي القيعي أيقونة عشق النادي الأهلي. إزيك يا فيلسوف الأهلي الكبير؟ يلي يعني انا عمال اخد الحكم من الافلام، بس انا باخدها من نجيب الريحاني، باخدها مش من مليجي، من شرف انطح، باخدها من عباس فارس، انت بقى رحت واخدها من محمود المليجي هذا العملاق اللي يعني تساءل يوما ما وعايز نكسبها بأمارة ايه في اسكندريه ليه. اتفضل قول لي ليه الربط بين الامر ده وما يحدث للاهلي او في البطوله؟ لا، هو الحقيقه المونولوج بتاع الفنان الكبير محمود المليجي في اسكندريه ليه هو واحد من اشهر المونولوجات في تاريخ السينما المصريه. وقالوا المليجي معبرا عن مراره شديده وشعور بالقهر. أيوة. والقهر هو ملاكم ربطت يداه وقدماه وطلب إليه أن يلعب بطولة العالم. هذا هو تعريفي للقهر اللي وصف بأنه لو كان رجلا لقتلته. فهو وصل شعور القهر من خلال المحامي الطيب الشريف اللي عارف ان هو داخل قضية وان هو مش هيكسبها، فقط هو عايز يقول للناس، نفسه يسمع جملة تطلع على لسان القاضي او جملة تنقلها الصحافة بين قوسين الحرة عن اللي هو هيقوله في المحكمة، وساعتها سيكتفي بهذا. هذا الشعور أنا حسيته فيما تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليس النادي الأهلي، لأنه النادي الأهلي لا يقهر، النادي الأهلي لا يقبل الظلم. لكن ما حدث إنه أطراف كثيرة نجحت في أن تصنع، وهقولها بالعامية، شبورة حوالين النادي الأهلي، وكأنه النادي الأول في العالم في الحصول على البطولات المحلية والقارية أصبح يعني يواجه كارثة. النادي الثاني في الحصول على أكثر عدد من البطولات القارية ويسبقه فقط ريال مدريد الأسباني أصبح يواجه طبقا للشبورة غير الصحيحة انهيار. وهذا الحقيقة نوع آخر من أنواع القهر لفريق تعرض على مدار الموسم لما لم يتعرض له فريق في العالم، سواء من حيث عدد المباريات التي اضطر لاعبوه إلى أدائها في البطولات المحلية والبطولات الأندية الأفريقية وضمن صفوف المنتخبات المصرية في تصفيات الأمم الأفريقية، ثم في نهائيات الأمم الأفريقية، ثم في نهائيات كأس العالم التي لعبها بدون 18 من لاعبيه. ورغم ذلك الناس يعني إيه تم إنجاح الحملة اللي بتحاول تبين الأهلي وكأنه في موقف ضعف، وهذا بالفعل غير صحيح. ومره اخرى لا يصح اختزال مؤسسه النادي الاهلي الرياضيه العظيمه باعتراف العالم كله في نتيجه بطوله دوري محلي لكره القدم، وهو الذي حقق 6 بطولات
منها 2 افريقيتين لابطال الدوري واثنين كاس سوبر افريقي وميداليتين برونزيتين ودوري وكاس في اقل من 20 شهر. يعني هذا امر بصراحه اشعرني انا بالقهر انا وليس الاهلي، لانه مره اخرى النادي الاهلي غير قابل للقهر. استاذ حامد وانت بتتكلم خليت خاطر كده تاكيدا لكلامك على الشبوره التي تم صنعها. الاهلي ابتدى الموسم بدايه صاروخيه وفاز على كل منافسيه الاقوياء بالاربعه والخمسه والثلاثه والاربعه، ووقتها وحتى رجوع الاهلي من كاس العالم للانديه كان هناك من ابواق اعلاميه منتميه الى المعسكرات الاخرى بتقول اولا خلال يعني 11 مباراه فاز الاهلي في 10، وهو ما حدث العكس للمنافس في الدور الثاني. بس احنا في الدور الاولاني كان بيتقال واحنا بنحقق هذه الانجازات الاهلي يقدر وما عملش وبيكسب ولا يؤدي ومش عارف ايه، وان المنافس عندما ينجح في احراز هدف يقلل الفارق لقد احدث المفاجاه واقترب كثيرا من التعادل، وفضلوا في حال الدعم الى ان تم انتشاله من هذه الكابو اللي كادت تفقد انصاره، لدرجه ان في ناقد رياضي قال المباراه القادمه الاهلي والزمالك اخشى ان يتكرر ماتش 6-1 اللي الاهلي ما كملوش وما كسبوش، يعني الاهلي ما كملش الفوز فيه. هذا معناه ان الشبوره دي مقصوده، لان اتقلب بقى اول انت ما تعثر حتى في هذه المباراه اللي سادها الزمالك شوط اول واكتسحها الاهلي شوط ثاني، الكلام كله كان يستطيع الزمالك ان ينهي الامر بطريقه اقصى، ولكن تراجع هو بقى، هو اللي ساب لنا الملعب يعني. لكن في المره الثانيه عاد الزمالك ليسيطر. ما علينا، انا اضم صوتي لصوتك يا جماعه الخير، خلاص مش هنقدر نقول للاعلام المناهض خليك عادل، لكن هنقدر نقول لجماهيرنا خليك عاقل، اسمع واستوعب وافهم، ومعظمهم عامل كده على فكره. بس ساعه الهزيمه يعني يقول لك العب بالناشئين، لكن لما كسبتش اتضايق. ماشي، كلنا عايزين الاهلي يكسب على طول، ما تعودناش على راي يعني ناس كتير منهم سيدنا ما تعودناش، ودي 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 يعني احد سلبيات الفوز المتتالي او البطولات المتتاليه. الضريبه الحقيقه يا باشمهندس، انا طبعا متفق معاك اتفاق تام، لكن في عنصر غائب عن التقويم والتقييم، وهو وجود جماهير أهلوية افتراضية على السوشيال ميديا. هذه الجماهير الافتراضية تدخل بأسماء مستعارة. يعني ايه افتراضية؟ افتراضية يعني سايبرائية. يعني على التويتر وعلى السوشيال ميديا، ما هياش جماهير انا اعرفها. انا ما اعرفهاش غير معلومه التاكيد. ما واحد بيقول الملك، واحد بيقول الملك، فانا ايش عرفني ان ده اصلا واحد بيقول عدل القيع وما هوش عدل القيع. لا ده انا تجربه مؤلمه بالنسبه لي. يجي 5-6 حسابات مفتوحه باسمي. هؤلاء نجحوا نجاح كبير في انهم يجروا معاهم اهلاويه حقيقيين فياخدونا في مكان ما هوش الصح، لانه انا بقول انا اريد احصاء لكل البطولات الكرويه التي جرت في مصر منذ انطلاق الدوري حتى اليوم، واخد ايضا البطولات الافريقيه التي اقيمت، رغم انه في فتره 5 سنين كان الاهلي قد قرر الابتعاد احساسا بالظلم ايام المايسترو صالح سليم الله يرحمه، لكن النتائج النهائيه بتقول تاريخ امامنا، تاريخ امامنا مش ممكن ابدا ننسى هذا التاريخ او نمحوه لمجرد انه الاهلي
تعثر سواء يعني لاسباب منه او من لاعبيه او من ظروفهم او لاسباب اخرى ايا ما كانت، اذا كان الاهلي تعثر في بطوله فهذا لا يعني مطلقا نهايه العالم وان الاهلي يعني انهار والاهلي سقط والاهلي وقع. ما هذا؟ هذه صوره غير استاذ حامد حقيقيه. رسالتك في جمله لجماهير الاهلي الحقيقيه في كيفيه التعامل في مواجهه الجماهير الافتراضيه. الحقيقه انا النهارده في نهايه مقالي نقلت لصديق عزيز وصفه للعمل الحقيقي. العمل الحقيقي ان تملك عينين وان لا ترى. ايوه يعني تملك البصر ولا تملك البصيره. لا ولا ترى. ولا ترى. لانه حاجات اخرى جت قدام عينيك دي خلتها شايفه غلط. صحيح. وانا بأضيف اليها ان تملك عقلا ولا تستخدمه. ولا تعي. ان تملك عقلا ولا تستخدمه ده شيء عجيب جدا. ازاي انت تتجر بهذه البساطه تجاه الخطا؟ ما هو لو كان صح ما انا كنت اقول لك صح. لكن انت مؤسستك الاهلاويه الرياضيه رائعه، حققت انجازات ضخمه، وهذا هو سر هذه الحملات اللي هي متعدده الاجنحه يعني متشابكه الاهواء للتقليل من الاهلي. لان البعض بيقول ما هو لازم ايه ما نسيبش الاهلي يبقى هو لوحده، اصل كده المنافسه هتقل فما عدناش نكسب. نكسب قصده ماديا، نكسب بيزنس يعني. لكن الحقيقه اسم الاهلي وحده، اسم الاهلي وحده ثروه ضخمه. اسم الاهلي وحده هو ايقونه نجاح، ايقونه نجاح شعبيه، وايقونه نجاح رياضيه، وايقونه نجاح استثماريه واقتصاديه ووطنيه قبل كل شيء. لهذا كان ربطي لمونولوج الفنان الكبير محمود المليجي اللي كان عنوانه وعايزنا اكسبها، يعني كيف اكسبها وكل هذه الدوشه والضوضاء والشبوره تحيطنا من كل جانب. عايز اسالك سؤال. نعم. هو احنا ما بنعرفش نفرح كجمهور للاهلي؟ لان لحظه بس اكمل سؤالي. ايوه. فرحتنا ما بتبقاش محمومه ولا فيها نوع من الانفعال الزائد او الهستيريا الزائده، وما بتبقاش مركزه على اغاظه الاخرين بقدر ما هي فرحه وقوره كده يعني. فهل احنا ما بنعرفش نفرح؟ السؤال بقى تكملته برضه عشان تجاوب عليهم الاثنين مع بعض. هو مش من حق الفريق المنافس، وانا اراها من حقه يفرح بالطريقه اللي تعجبه، لانه ربما هو مش عارف هيفرح تاني امتى. اسمع رأيك. الحقيقه انا بقول الاهلي تعود على الانتصارات حتى اعتادها. ايوه. وصارت امرا عاديا. نحن عدنا سويا من ابو ظبي والاهلي هو حديث العالم في كاس العالم للانديه. أيوة. فرحنا 24 ساعه بهدوء شديد، لانها كانت المره السابعه التي يشارك فيها الاهلي في هذه البطوله، ولانها المره الثانيه على التوالي التي يحصل فيها الاهلي على ميداليه برونزيه في حدث عالمي بهذا الحجم وبهذه القيمه. لكننا تعودنا على الانتصارات، فبناء عليه اصبحنا لا نجيد الفرح بها. ألفناها. نعم. طيب انت اشرت النقطة، انا في تقديري الشخصي من اهم المؤثرات على المناخ العام بتاع الفريق السنة دي، وهي جزئية نجاح الاخرين او نجاح الاخر في ان هو يغزوك من خلال السوشيال ميديا بكتائب تبدو، احنا عرضنا في بعض غزو الفقرات ثقافي. غزو ثقافي، غزو سوشيالي شوية، ويأثر على الرأي العام حتى في كل التقييمات. شيطنة الفريق وشيطنة المدرب السابق واللاحق واللي جاي واللي راح، وفعلا جروا معاهم الناس الكتيرة. انت كحد خبير في الإعلام ده تأثيره ايه والتصدي ليه ازاي؟ انا اعتقد ان التصدي ليه بوضع استراتيجية متكاملة.
لوسائل الإعلام الأهلوية القوية جدا كل في مجاله. لكن لابد من وجود انتجريشن، تكامل صحيح بين وسائل الإعلام الأهلوية. يعني أنا النهاردة الحقيقة لقيت رد فعل أكثر من رائع على مقالي اليوم، فنشرته على تويتر ونشرته على الفيسبوك، وكان رد الفعل كبير جدا. فقلت في نفسي طب وماذا عن الذين لا يقرؤون ويكتبون؟ أديك قلت لهم. ألا أنا دلوقتي قلت بالكلام، بس هم لا يقرؤون. صحيح. وده دي نسبة كبيرة. ما يسمعوك بقى. في مستمعين ومشاهدين بجانب القراء. هنا أنا أقول إنه لابد من الاستفادة من المادة المكتوبة في مجلة الأهلي وتقديمها بشكل تلفزيوني أو إذاعي، حتى يستفيد بها الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذا أمر طبيعي. يعني يسمعوا وجهات النظر الثانية بعد كتابتها، مش هستناهم هم هيقروا وهيكتبوا. لابد من أن يكون هناك يعني استراتيجية واضحة. هحط إيه في الإعلام المصور، هحط إيه في الإعلام الإلكتروني، كيف يتم الاستفادة من الإعلام الإلكتروني بالنسبة لقناة النادي الأهلي، علما بأن الإعلام الأهلاوي هو الأقوى وهو الذي ينافس على المستوى العالمي على مستوى كل إعلام الأندية الرياضية في العالم. طيب إذا كان ده واجب أو مهمة الإعلام الأهلاوي على حد توصيفك، الإعلام العام هل تخلى عن حياده وعن موضوعيته؟ يعني احنا بنتكلم على انه في طرفين، الطرف الكبير المؤثر المفترض واقف زي ما بيقولوها عبثا على مسافة واحدة بين الجميع، وهي مسافة واحدة بس في الاتجاه الثاني، ايه مسؤوليته؟ الحقيقة انه انا اتابع يعني صحيفة يومية المفروض انها كبيرة وتضم صحفيين كبار ومسؤول عنها صحفيين كبار، لكنها تتفنن في نقل وتحويل كلام بيقوله بعض اللا إعلاميين واللا مثقفين، مش عايز أقول الجهلة، في قنوات يعني ما أنزل الله بها من سلطان طلعت في أوقات غريبة وبتقول كلام غريب، فيحولوه إلى مادة مكتوبة عشان تبقى يعني مادة تتداولها الصحف الأخرى والمواقع الأخرى بشكل مضحك. يعني بقت يعني حاجه كانها مقصوده، خصوصا ان اللي بيقوم بكده في هذه المؤسسه الصحفيه رجل اعلن كراهيته للاهلي وليس زملكاويته، اعلن كراهيته هو يكره الاهلي وهو المسؤول. فازاي بقى القيادات بتاعت مثل هذه المؤسسه ما تقفش كده وقفه عقل يا استاذ حامد؟ ازاي انت بتقول ده مش بينقضوا، ده النقاد دول بيحفلوا على الاهلي، انت متخيل؟ بيعملوا افيهات تحفيل حتى في يعني اسطرهم على مواقع السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، معظمهم بيحفل على النادي الاهلي. هو بيحفل طبعا على النادي الاهلي عشان يجتذب شريحه معينه تقول له والله يا جدع، واخد بالك؟ لكن مش هنا بتسقط قيمته كناقد، ولا ايه رايك؟ ما هو انا قلت من الاول هو لا يصح ان نطلق عليه لقب ناقد ولا لقب اعلامي خالص. هذا الكلام اللي بيحصل هو كلام عكس كل القواعد الاعلاميه التي عهدناها وعملنا بها على مدى سنوات طويله. لكن القضيه ان هو الكل الان عارف انك انت عايز الناس تسمعك، عايز الناس تقراك، عايز الناس تعلق عليك، فحط الاهلي في جمله جديده على اساس انك كده هتبقى حققت الاستفاده لتلك الوسيله الاعلاميه او الاخرى. يعني باختصار كده ان هناك من قرر في مهنه الاعلام ان يتحول الى بهلوان، حيث وجد الرزق في الشقلبه مش في المكلمه. انا ليس كل ما يعرف يقال، ايوه، لكن هناك بعض الشخصيات وانا اعرفها جيدا، وقال لها اصحاب تلك المحطات التلفزيونيه والمواقع الالكترونيه
انه لو ما نجحتش في انك انت تثير جماهير الاهلي يبقى مالكش مكان عندنا. يعني مقصود، خط مقصود يعني. ايوه ما هو حد، ما انا قلت ان المفروض ان زمان كان الراجل لعيب الكوره بعد ما بيبطل بيشوف القرشين اللي هو خدهم من ماتش اعتزال وبيفتح محل فراخ وبط، لكن النهارده بيختفي عن الساحه ثم يعيدونه لمجرد ان هو يجي يشتم في الاهلي الكبير. الاهلي العظيم، ما هو اي حديث عن العظيم يظن البعض انه يكسبه عظمه، بينما العكس هو الصحيح. استاذ حامد استمتعنا بيك وعايز نكسبها بجد يعني ولا ايه؟ نعم. وعايز نكسبها كمان. انا اللي سعيد والله جدا جدا، وبشكر جماهير الاهلي اللي تابعت عايز نكسبها، وكان ده رد فعلها اللي عبر عن اللي جواها، وان شاء الله ان شاء الله دوما تفائلوا بالاهلي تجدوه. انضموا لحمل التفاؤل. شكرا للفنان الكبير محمود المليجي. شكرا يا استاذ حامد. الله يخليك يا باشمهندس. شكرا يا ايها الفيلسوف الاهلاوي الكبير الاستاذ حامد عز الدين، تعليقا على مقاله مهمه له في الاهلي النهارده وعايز نكسبها. طيب